عليكم بنفسي. أنا اسمي محمد الحلو، أنا خريج طب المنصورة الدفعة 48. لما امطار طلبوا مني ان انا اعمل الفيديو ده، الحقيقه طلبوا ان انا اتكلم عن الجيرني بتاعتي من اول البدايه للاخر لحد ما جالي الكونجراتيوليشن ايميل في الماتش. طبعا انا الحمد لله ماتشد انترنال ميديسن في نيويورك في مارس اللي فات، وحابب ان الاكسبيرينس بتاعتي في صوره بسيطه وسريعه من البدايه لحد وقت الماتش. ولكن هم طلبوا مني ان انا اركز على الريسيرش اكسبيرينس اللي انا عملتها في امريكا هنا من سنه 2016 الى يومنا هذا. ولكن انا برضو هتكلم عن الحاجات اللي يعني البدايات اللي حصلت في بدايه التحضير بتاعتي، واللي تشالنجز اللي الواحد شافها في حياته في البلد هنا من اول ما جه حتى من قبل ما يجي امريكا. طبعا زي ما ناس كتير عارفه انا بدات مذاكره اليو اس ام ال اي ستيب 1 وانا في سنه 5 في طب المنصوره، وبعدين امتحنت ستيب 1 في سنة 6 ولم أوفق في السكور بتاع ستيب 1 بسبب أو بآخر. يعني حصل لي ظروف يوم الامتحان بقى، سواء كنت بقى نمت ولا ما علينا، يعني المهم لم أوفق في السكور في النتيجة، وجبت 208، ودي كانت أقل 20 درجة من الأفريج للطلبة الأمريكان في الوقت ده. أنا امتحنت ستيب 1 وأنا في سنة 2016 في آخر 2015، وسكوري طلع في يناير 2016، وكان ساعتها تقريبا الأفريج كان حوالي يمكن 228 على ما أتذكر. وطبعا كان بالنسبة لي الموضوع صعب جدا جدا إن أنا أكمل، وكان تشالنج فظيع ويعني وإحباط والكلام اللي أنتوا عارفينه ده كله. أي حد عدى بالإكسبيرينس دي طبعا هيقدر الكلام ده. وطبعا طبعا لما تكون دي اول خطوه في حياتك في طريق انت بتحلم بيه وتبقى بالنتيجه ديت، فالموضوع بيبقى محبط الى اقصى درجه، وبتبقى عايز تفكر مره واثنين وثلاثه وعشرة، خصوصا لو انت رايح لسه سكه طويله انت مش عارف اخرتها ايه، وفي نفس الوقت انت عارف ان انت مش ما عندكش الكواليفيكيشنز ان انت يعني تنافس على الريزيدنس بروجرامز زي الامريكان، احنا متخرجين من كليه الطب في مصر الى اخره. فالموضوع كان بالنسبه لي صعب. في هذه اللحظه طبعا انا ادركت اني لازم اسلك باس واي مختلف عن الطريق التقليدي اللي الناس كانت بتعمله في السنه دي. يعني ايه؟ يعني كانت الناس طبيعي جدا بيمتحنوا امتحاناتهم في مصر ستيب 1 وستيب 2 سي كي، وبيروحوا يمتحنوا امتحان السي اس في امريكا، ومن هناك بيعملوا شهرين ثلاثه اوبزرفر شيب. ده كان الكلام ده كان في سنه 2016، ساعتها انا اتذكر الناس الكتير اللي كانت في امريكا في الوقت ده كانوا اوبزرفر، كانوا اليكتيفز، وكانوا بيقدموا على الماتش، وكان منهم اللي طبعا بيوفق وبيماتشد من اول مره، وكان قليل قوي اللي كان بيعمل ريسيرش في السنه دي. اعتقد يعني يمكن كان عندي 3 او 4 بس من اصحابي اللي كنت اعرفهم من على الفيسبوك ان هم كانوا بيحضروا ريسيرش في امريكا. فطبعا الموضوع بالنسبه لي كان صعب، وكانت الكيس بتاعتي ما كانت الى حد ما مش متكرره كتير في الوقت ده. فقررت ان انا اخد الريسك واني ابدا اعمل ريسيرش اكسبيرينس في امريكا، وعارف انها كانت هتطول، وعارف ان انا بنافس نفسي اولا، وبنافس الامريكانز وبنافس الانترناشونالز. وموضوع ما يعني كان في الاول طبعا كان في تردد كبير، خصوصا ان انا كنت طالع على حساب والدي، كنت طالع فولنتير ريسيرش. وبعدين الحمد لله جالي فولنتير ريسيرش فولنتير في ولايه كنتاكي اللي انا قاعد فيها دلوقتي واللي انا بكلمكم منها دلوقتي، وبقالي 4 سنين فيها ما خرجتش. يعني هو بس امتحان السي اس، ولو كنت رحت شيكاغو بس كده زي فسحه حاجه زي كده، رحت نيويورك في الانترفيوز، ورحت واشنطن مره كنت بظبط حاجه في الباسبور، وعلى كده لسه زي ما انا قاعد في كنتاكي. طيب انا جيت هنا عملت ريسيرش في امريكا، قعدت اول سنه على في قسم الجاسترونترولوجي، وبعدين قعدت تقريبا 8 او 9 شهور كنت فولنتير. فكنت طبعا بتعلم لان انا كان زيرو اكسبيرينس خالص في مصر، سواء من ناحيه الريسيرش ما كانش عندي اي اكسبيرينس في مصر خالص في الريسيرش، كنت زي اي طالب كليه عادي جدا، سنه اولى في ثانيه في ثالثه مذاكره كليه وخلاص، يعني يوم احضر مؤتمر او انزل تدريب طوارئ في الصيف ابقى انا كده يعني هيركليز يعني في نفسي. وهو ده كان اللي انا بعمله في مصر لحد ما بدات احضر ستيب 1. فلما خلصت والسكور بتاعي طلع لقيت نفسي انا يعني لا املك من الدنيا غير الستيب 1 ريبورت، ما كانش عندي اي اكسبيرينس ثانيه في مصر. فجيت هنا اتعلمت طبعا بسبب ان انا قلت لكم ما عنديش خبره في مصر في الريسيرش، فبدات ان انا اتعلم في امريكا هنا. اول 7 شهور كنت بتعلم في قسم الجي اي، وتعلمت كتير جدا الحقيقه، كان الموضوع كان يعني من اللي بيزك ريسيرش، اتعلمت تكنيكس كتيره، كل الحاجات اللي موجوده تقريبا في المعامل الكلينيكيه اللي موجوده في مصر، معامل التحليل والكلام ده، الاجهزه، يمكن الحاجات اللي استفدت بيها هنا برضو في امريكا ان انا عملت او اتعلمت شويه سيرجيكال بروسيجرز على الفيران على المايس في اللاب، ودي كانت من الحاجات بصراحه اللي انا برضو يعني كانت يعني
يمكن اهدرت مصادر كتير قوي في اللاب اللي اشتغلت فيه في الاول. كان يعني مثلا كنت اخد المايس يعني المفروض اطلع حاجه معينه منهم، فكنت ابوظ حاجه وانا بشتغل مثلا حته في السمول انتستم ما اعرفش اطلعها، وكانت الدنيا بتبوظ مني في الاخر. فيعني الموضوع ده برضو كان قلقني جدا. فطبيعي جدا لما جيت اطلب فلوس كنت هطرد من اللاب، يعني انت جاي تعمل ايه؟ يعني انت جيت اتعلمت بس يعني ايه، ما فتناش للدرجه. وكان عنده حق، وانا دايما مقتنع ان نقط الويكنس بتاعتك بتظهر في اول اكسبيرينس ليك في امريكا. يعني انت بتظهر في اول مكان بتتحط فيه، بتكون يعني مش بتعمل يور بيست في المكان، لانك انت اولا ما عندكش اي اكسبيرينس في مصر، فانت جاي تتعلم وجاي هتستهلك موارد اللاب. في نفس الوقت انت الانجليش بتاعك اللي انت جاي بيه من مصر انجليش يعني زي ما احنا كنا كلنا في مصر، يعني انجليش صعيدي. فطبعا الانجليش هنا بالنسبه لهم يعني انت يعني انجليش درجه تانية. فطبعا ده برده كان بالنسبه لي مشكله في الاول، لحد ما بدات اتعود معاهم وان انا يعني ايه القط منهم طريقه الكلام ووقت في مره في التانية طبعا بدانا نفهم بعض اكتر. ولكن هم كشفوا نقط ضعفي كلها في الاول، فما كانش قدامي غير ان انا انقل من المكان اللي انا فيه واروح لمكان تاني في قسم الكارديولوجي كبرضه فولنتير في الاول في قسم الكارديولوجي، لحد ما يعني كنت محظوظ شويه، لان انا كنت البروجكت اللي بشتغل فيه او اللي اتعرض عليا في الكارديولوجي ديبارتمنت ان انا اشتغل برضه بيزك ريسيرش، وكان بروجكت سيميلر للاولاني اللي انا عملته في الجي اي. فكنت عندي اكسبيرينس كافيه ان انا اكمل على اللي انا اتعلمته قبل كده، وفي نفس الوقت ان انا يعني اشول البرودكتيفيتي بتاعتي او اثبت نفسي اول مره ان انا قادر ان انا اشتغل او ان انا اكون دكتور ريسيرش بروجكت لوحدي، ان انا اشتغل مع تيم، ان انا اكون لحد ما الليدر بعد المنتور بتاعي في الريسيرش بروجكت. فاتعملت يعني حوالي مثلا 3 4 شهور الاول فولنتير، وبعدين اتعرض عليا ان انا اخد بيد بوزيشن. وده طبعا برضو هقول برضو بالتفصيل اللي حصل في الوقت ده عشان يتعرض عليا حاجه زي كده. و كملت في الكارديولوجي من سنه 2017 لحد هذه اللحظة. بعد كده وانا في سنة 2019 طبعا انا قررت ان انا مش عايز اطول في موضوع الريسيرش فترة كبيرة، لان في حاجات كتير كانت لسه، كان عندي لسه يو اس ام ال اي ستيب 2 سي كي واليو اس ام ال اي سي اس، وكان الماتش كان عدى عليا حوالي 2 ماتشز وانا في امريكا وما قدمتش فيهم. بس انا كنت عارف ومقتنع ان انا سبيشال كيس، مفيش يعني انا حاله خاصه بذاتي، عندي سكور قليل في ستيب 1، لازم اشتغل اكتر، لازم اعوض اكتر. فقررت في سنه 2019 بعد حوالي 3 سنين او سنتين ونص لما جيت امريكا ان انا ابدا اذاكر بقيه الستيبس. الفكره ان طبعا الواحد كان في سنه 2019 دي كان مضغوط جدا، لان انا كنت شغال في تو بروجكتس مع بعض وتقال جدا. البيزك ريسيرش اللي انا كنت شغال اللي قلت لكم عليه، اللي هو كان عباره عن الديتكشن الايدنتيفيكيشن اوف فيريس مول امبريونيك ستيم سيل الموجوده في الهارت ماسل، وفي نفس الوقت كنت بشتغل كلينيكال ستادي في المستشفى مع الكارديولوجي تيم كله، كنت بشتغل مع الفيلوز، والموضوع ده كان بيتطلب مني نايت اون كول والكلام ده كله هيتكلم عنه برضو بالتفصيل. الفترة ديت انا قررت ان انا ابدأ وحجزت امتحان السي اس بتاعي في سنة 2019، وبعد حوالي سنتين ونص من اول امتحان عملت اللي هو امتحان ستيب 1. يعني امتحان ستيب 1 كان في ديسمبر 2015، وامتحنت في نص 2019 امتحنت السي اس. فبنتكلم في حوالي يمكن سنتين ونص يمكن او ثلاثة. ف السي اس كان امتحان كان بسيط، المذاكره بتاعته ما خدتش مني تقريبا شهر او شهر واسبوع بالكتير. ورحت هيوستن طبعا وقعدت 10 ايام في الفندق وامتحنت، والدنيا الحمد لله عدت على خير ونجحت فيرست اتمب. بعد كده خلصت الامتحان ورجعت كنتاكي يوم 5/5، وكان الماتش بتاعي او كان الماتش السنه اللي فاتت بدا في نص سبتمبر 2019 15/9/2019. وطبعا زي ما احنا عارفين ان انا كان لسالي امتحان السي كي، فكنت بتكلم في حوالي 3 او 4 شهور، وفي نفس الوقت عندي ستيب لسه ما اتذكرتش او ستيب لسه ما امتحنتهاش. عملت شقلبظات ما اعرفش لحد دلوقتي ازاي، بس يعني اللي هو كنت على طول قاعد في المستشفى بتابع الحالات اللي هي الانكول، وفي نفس الوقت قاعد بذاكر في اللاب واخد مكتب لوحدي كده. كان في لاب تقريبا طرد، ما كانش بيجيله فلوس، ويعني المنتور ما كانش بيجيله فند، فمشيهم والناس اللي شغالين معاه مشيوا وسابوا المكان، فاللاب بتاعهم فاضي. فالمهم خدت المكتب وايه واعتكفت فيه بقى، اللي هو ده بقى المكتب بتاعي، احط الكتب فيه واسيبها وارجع البيت انام وارجع تاني الصبح اكمل وهكذا. قعدت على الموضوع ده بالظبط حوالي 3 شهور. وخد بالك ان في شهر 5 ده كان رمضان، شهر 5/2019 ده كان رمضان، فكان الشهر ده بالنسبة لي صعب جدا، وكان شهر تقريبا ضايع.
لانه النهار في رمضان هنا طويل، الناس اللي في امريكا عارفه الكلام ده طبعا، وفي نفس الوقت يعني الموضوع كان مرهق جدا. انا طالع لسه من امتحان سي اس، وفي نفس الوقت ايه عندي امتحان عايز اخلصه بسرعه. فالمهم قعدت بتاع حوالي 3 شهور عملت اليورد اونلاين، عملته حوالي مرتين ونص وقلبت الدنيا بسرعه كده شاكب راكب، خلصتها في 3 شهور ودخلت الامتحان السي كي في 8 في 20 او يا ربي 21/8/2019، وما كنتش عامل ولا اسسمنت وما كنتش عامل ولا ان بي ام اي ولا سي ام اس ولا اي حاجه خالص، ودخلت كده يعني على الحميد المجيد زي يعني لا اعرف انا هسقط ولا عارف ان انا هجيب 270 ولا عارف اي حاجه خالص. انا يعني داخل ما اعرفش مستواي ايه، بس انا مذاكر اليورد وفاهمه كويس جدا، ودخلت الامتحان الحمد لله ربنا وفقني في السكور وجبت 241 وعليت عن ستيب 1 بحوالي 35 درجه. ودي بالنسبه لي كانت اول دفعة امل قبل الماتش على طول، يعني يمكن انا اصلا سكور السيكي بتاعي طلع بعد الماتش بثلاث ايام، ودي كانت بالنسبه لي يعني دفعة امل كبيره جدا. بعد ما خلصنا طبعا الامتحانات قدمت على الماتش، قدمت متاخر شويه، قدمت على الماتش، والكلام ده كان في شهر 9، وطبعا عشان قدمت متاخر فبدات ابعت ايميلات للبروجرامز ان انا بقول لهم اصحم انا لسه مقدم وتقريبا نزلت ابلكيشنز وان انا تقريبا بتفلتر بسبب ستيب 1 بتاعتي اللي هي 208، وان لازم يعني حاولوا تبصوا على الابلكيشن بتاعتي، انا عامل حاجات كويسه في الابلكيشن. 4 سنين في امريكا عملت ريسيرش، دخلت مع المنتورز بتوعي، اشتغلت شويه، عملت شويه Observership Experience، عملت بابليكيشن في شهر في نص 10، ودي برضو كانت ليها امباكت كويس جدا في الانترفيوز. وفضلت ازن عليهم كده بتاع 4 مرات او 3 مرات، وكان كل مره بزن عليهم فيها كان بيجي لي انترفيو. كنت ابعت اول ايميل اول مره ايميلات لكل البروجرام 130 بروجرام يجي لي انترفيو، بعدها باسبوع اتصل على البروجرامز كلهم جالي واحده انترفيو، وهكذا لحد الحمد لله ما جمعت 4 انترفيوز. ولك ان تعرف يا صديقي العزيز ان انا ولا انترفيو جات لي لوحدها، ولا انترفيو جات لي لوحدها، مفيش حد بعت لي من نفسه انترفيو، انا اللي كنت بزن كل شويه لحد ما جالي 4 انترفيوز. اي نعم المنتورز بتوعي ما جابوليش ولا انترفيو، هم ادوني ليترز كويسه جدا، بس ما كانش عندهم القدره ان هم يكلموا بروجرامز او يعرفوا حد ان هو يجيب لي انترفيوز، فكنت انا بتصرف لوحدي، عمال ابعت ايميلات، عمال اكلم دكاتره، ببعت السي في بتاعي، بكلم الناس اللي اعرفها. فالحمد لله ربنا كرمني في الاخر وجالي 4 انترفيوز. انت جالك واحده انترفيوز، جالك 12 انترفيوز، انت كل اللي انت عايزه فعلا، ودي الكلمه اللي انا كنت بضحك عليها لما كانت بتتقال لي زمان ودلوقتي انا صدقتها، انت محتاج 1 جود انترفيو فور ماتش، عشان تماتش انت محتاج مقابله واحده كويسه تعملها كويس. انا كنت اللي بيقول لي الكلام ده كنت بضحك عليه وكنت بحس ان هو يعني بيصبرني والكلام ده، لكن فعلا بعد اللي حصل لي وهقول اللي حصل لي انا اتاكدت ان ممكن انترفيو واحده تمتشك. فانت جالك واحده، جالك 5، جالك 12، انت في الاخر هتمتش في مكان واحد وهتبدا ريزنس بتاعتك في مكان واحد، فمش مشكله العدد الانترفيوز، اهم حاجه تركز في كل انترفيو تجيلك وتحس ان هي دي الاولى والاخيره، وهتعمل يور بيست تو جين ذا 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 ماتش، او تاخد الماتش بتاعك ان انت تتفنك عليه في البروجرام او واتيفر البرفورمانس بتاعك هيبقى عامل ازاي، بس انه تبقى طالع من المكان سايب بصمه مع البروجرام دايركتور عشان يفتكرك وقت الرانك. تمام، طبعا خلصنا طبعا الانترفيوهات ورجعت طبعا كنتاكي تاني، والحمد لله في طبعا كان واحد على اعصابه جدا، ويمكن كنت بنسبه 70% قبل ما يجي الانترفيوهات، كنت بنسبه 70-80% عارف ان انا مش هماتش السنه دي. كنت حتى بقول لوالدتي الماتش السنه دي بالنسبه لي هو اكسبيرينس للسنه الجايه، لان انا كنت عارف ان انا هبقى ريبيت قبل كانت السنه اللي جايه. فهي كانت يعني ربنا يكرمها يا رب، يعني دعواتها كانت ما شاء الله، يعني كانت تقول لي انا واثقه فيك والكلام ده كله، والحمد لله يوم الماتش انا نفسي اتفاجئت ان انا جالي الكونجراتوليشن ايميل من اول مره. طبعا الموضوع طبعا يعني انت يعني وقت الايميل ده ما بيجي طبعا انت بيبقى قدامك يعني بتفتكر شريط ذكرياتك كلها من اول ما بدات الجيرني لحد النهايه، بتحس ان في 1000 شعور مختلف داخلين في بعض، بتبقى عايز تصرخ، تبقى عايز تتنطط، عايز تسيب نفسك من الشباك. ده اللي انا حسيته بصراحه، يعني انا كنت هوبليس كيس، وزي ما ناس كتير كانت عارفه القصه بتاعتي يعني. خلاص طيب يلا بقى نتكلم كده واحده واحده من اول الريسيرش اكسبيرينس بتاعتي، من اول ما قررت ان انا اطلع ريسيرش في امريكا من سنة 2016 بعد السكور اللي انا جبته 208 لحد وقت الماتش والحاجات اللي اشتغلت فيها في الريسيرش وازاي ان الواحد ممكن يستفيد بيها.
انت سواء لسه قاعد في مصر، موجود في مصر لسه بتدرس، سواء ان انت خريج وعايز تيجي تشتغل ريسيرش عشان تحسن السي في بتاعك، او عشان تبقى تخلي السي في بتاعك يلوكس كومبتيتيف مع بقيه الابليكانتس، لو انت عندك اي ريد فلاج في السي في، سواء كان اولد جراديويشن، او سواء كنت عندك سكور قليل، او سواء عندك اتمب في السي اس، الحاجات دي كلها ممكن تتعالج. ولو حد قال لك ان الموضوع صعب، هو فعلا ممكن يبقى صعب ولكن مش مستحيل، وصدقني هتوصل هتوصل. بس هي كل الفكرة انك تبقى مؤمن انت عايز ايه، وتبقى جاي امريكا عارف انت عايز ايه بالظبط من اللي انت بتعمله. هل انت عايز الريسيرش ده فيوتشر كارير بالنسبة لك، ولا انت واخد الريسيرش ده زي حالاتي كده عبارة عن سلم، مجرد انك توصل للماتش وتاخد الريزيدنسي وشكرا ودمتم ومع السلامة، ولا انت عايز ايه؟ عايز تبقى ام دي بي اتش دي، عايز تبقى ام دي بس؟ اللي انت بتفكر فيه لازم تحطه قدامك، لان انت على حسب كل قرار انت بتاخده بتشتغل. تمام، يلا نبدأ ونشوف موضوع الريسيرش اكسبيرينس.